10 أيام كان فيها العصف صاخبا على إيقاع المواجهات المثيرة بين توتنهام وليستر سيتي. وما بين مسرح وايت هارت لين وقلعة كينج باور أضحى كل فريق كتابا مفتوحا للآخر. موقعة ثالثة سبقها مشهد مصافحة بين المدربين، غير أن سرها يكمن في الثأر من الثعالب بعد السقوط أمامهم في اختبار البريمير ليج والعبور في أعرق المسابقات الأنجليزية كأس الاتحاد. كما كان متوقعا بدأ لقاء الإعادة سريعا من قبل أصحاب الضيافة بحثا عن أسبقية تمنحهم دافعا معنويا أمام جماهير تعودت على فصول التألق، غير أن شباك الحارس مايكل فورم ظلت محصنة. رانييري كان يعد الدقائق خوفا من قادم قد يعكر أجواءه خصم لندني لعب بكل ثقله في العمق وجرب كل الحلول من أجل إحراج ليستر. غضب المدرب الإيطالي كثيرا وبدأ كأنه يتوقع السيناريو غير المحبذ، حتى حدث ما كان في الحسبان حين سدد الكوري الجنوبي سون هيون مين كرة قوية استقرت في شباك شمايكل بحلول الدقيقة 39. مع بداية الشوط الثاني جرب جراي حظه طمعا في إعادة نتيجة المباراة إلى نقطة البداية، لكن محاولته لم تجدي نفعا أمام تألق الحارس فورم. ومع إقحام ورقة الدولي الأنجليزي هاري كين بدأت حصون دفاع ليستر تتهاوى أمام موجة هجوم اللندنيين لتثمر السيطرة هدفا ثانيا في الدقيقة 66 أمن بها ناصر شاذلي تقدم سبيرز. وبعد 6 دقائق ركض كين نجم توتنهام من أجل توقيع بصمته في المباراة، لكن شمايكل حرمه من تدوين ثالث الأهداف لتوتنهام الذي تأهل إلى الدور الرابع من مسابقة FA كاب ضاربا عصفورين بحجر واحد بثأر وعبور.